ألف مبروك على اجتيازكم إجراءات كتف النقابة وحضوركم حلف اليمين النهاردة، وإحنا كان بودنا إن إحنا نستقبلكم في مبنى النقابة العامة في قاعة الحريات لحلف اليمين، لكن ظروف تشييد المبنى الجديد حال دون ذلك، فإن شاء الله عن قريب سيتم افتتاح المبنى الجديد بمعرفة الأستاذ النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. طبعا انتوا يعني كلكم قعدتوا خدتوا اجراءات ما بين شهرين وثلاثه على ما قدمتوا في النقابه وطلعتوا الكارنيه، والنهارده انتوا هتفتكروا كده خلصتوا، بالعكس انتوا النهارده بدايه التحامكم بالنقابه، النقابه ما بتسيبكوش، احنا بندعمكم في كل المجالات. النقيب سامح عاشور حريص انه يدعم ابنائه شباب المحامين بالدورات المجانيه في كافه العلوم القانونيه. الدورات دي في بعض الجهات بتعملها بمبالغ، احنا عندنا كل الأنشطة مجانا لدعم المحامي وصقل موهبته وخبرته القانونية في كافة الفروع، واحنا بندعوكم للاشتراك في هذه الدورات. احنا ان شاء الله بعد العيد مباشرة في دورة تبع لجنة الشؤون السياسية اللي انا بشرف رئاستها في شرح قانون الرياضة والتحكيم ومنازعات الرياضية، الدورة دي معتمدة من اتحاد الكرة إن شاء الله، فبدعوكم للإشراك فيها وألف مبروك.